أنا قلت من شوية في كلامي في المقدمة إنه صناعة السينما، امتلاك أدوات صناعة السينما بدأ من الحرب العالمية الأولى. أنا ما عنديش تاريخ بالظبط، لكن الإيطالي أمبرتو دوريس فتح استوديو اسمه استوديو النوسا سنة مش عارف يمكن 1915. إذن إحنا قدام تقريبا قرن من الزمان كامل في الصنعة، في المؤسسات أو أهم أدوات الصنعة اللي هي الاستوديوهات. الرحلة الطويلة دي بقى يعني الأول نعدي عليها كده بسرعة، تقول لنا أستاذ علي الرحلة دي كان شكلها إيه، وهل فعلا استوديو مصر شكل انتقالة كيفية مهمة جدا سنة 35 لما ظهر؟ طبعا بالتأكيد. يعني أولا بشكرك على التقديم الكريم اللي عملته، يعني اسلام لي. يمكن الفرق بين أي سينما وسينما، كلمة سينما مصرية تعني أن هناك بنية تحتية. نعم. البنية التحتية اللي هي بنتكلم عليها الاستوديوهات ودور العرض، دي اللي هي البيز الأساسي أو الأصل في ما يطلق عليه كلمة سينما. نعم. أما ما عدا ذلك في دول بتنتج أفلام، يبقى أفلام تنسب لأي دولة، يعني ممكن تكون أفلام مثلا سعودية، لكن ما فيش بنية تحتية في السعودية، ما فيش بنية تحتية في البحرين، أفلام تونسية ما كانش فيه. أول ما يبقى فيه بالبيز الأساسي اللي هو الاستوديوهات ودور العرض، أنت هنا قدام أداة الصناعة الأساسية، صناعة السينما الحقيقية. يمكن حضرتك اتكلمت عن أمبرتو دوريس. أمبرتو دوريس ما كانش عنده استوديو بالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه بداية، ولا حتى بالمعنى، لا يعني اقصد اقول ان هو كان معظم تصويره كان خارجي، ما كانش في الاستوديو. الاستوديو معمول عشان في حاجات كتير قوي غير التصوير الخارجي، ان هو خارج الاستوديوهات، يعني بيسموه خارج الاستوديوهات. اول استوديو تم فيه تصوير داخلي كان استوديو النزهة باكوس في اسكندرية سنة 17 اللي عملته شركة اسمها الشركة المصرية الإيطالية. انشأت بدعم من بنك روما سنة 17. الشركة دي والله يا أستاذ جمال يعني دي سنة 17 يعني سنة 17 القرن. احنا النهاردة بنعمل احتفال معاك بمائة سنة على أول استوديو في مصر. أهلا بحضرتك تحتفل معانا فعلا. يعني النهاردة هذه الشركة الحقيقة يعني بصفتك رجل سياسة أيضا في تصور انها كانت شركه، يعني طبعا الشركات السينما في الفتره دي كلها كان معظمها اجانب. كل يعني كل الفنيين كانوا اجانب، المساعدين كانوا مصريين بس في فعلا يعني اورفيلي برضو الطلياني كله كان يعني الفيزو اورفانيلي في توجو مزراحي، بس توجو مزراحي مولود في مصر بس كلهم كانوا حتى لما توجو مزراحي يهودي مصري، يهودي مصري مولود في مصر. في مصر اظن في كوسفين يعني اسكندراني سنه كذا 1800 وكذا عمل هو كمان استوديو. طبعا طبعا عمل استوديو في اسكندريه الاول هو الفيزي. بس الشركه دي انا لازم اقول يعني عندي يعني شيء ما تجاهها حقيقه. هي طبعا عملت فيلمين واتقفلت، اللي هي بتاعه الشركه المصريه الايطاليه